ناخذ السيستم الخامس. عندنا internal combustion engine. كل عارف شو internal combustion engine؟ ICE اللي هو بالسيارة بالسيارات. internal combustion engine. هلا مرات بسموها هاي كنترولر engine control unit أظن. ECU. يعني بيستعملوا هذا التعبير ECU اللي هي الكنترولر. الكنترولر بيتحكم بالفايرنج تبع السيلندر بشيك، بودي البلس يعمل فايرنج للسيلندر، بتعمل تايمينج صحيح بحيث الفايرنج يكون بالوقت الصحيح. فيها سنسر بتكون للاكسجين، فيها سنسر لكمية الفيول وكمية الفلام، قديش كمية الفيول اللي داخله، وقديش قديش السرعة المطلوبة وقديش السرعة الفعلية تبعت بحرك. كل البارامترز هاي بتدخل في هاي الانترنال الانجن كنترول يونت تبعت الانترنال كومبستشن انجن، وعلى اساسها بدها تطلع الاوتبوت اللي هي تعمل الفايرنج او تغير الفايرنج انجل. عارفين شو الفايرنج؟ اللي بعمل فايرنج للبيستون قبل ما يوصل القمة تبعته هون، لما يضغط في لحظة معينة لازم اعمل فايرنج. هاي في هون اوبتيمم بوينت بعمل عليها فايرنج عشان اخذ مثلا اعمل مينيمايزيشن، اعمل اوبتمايزيشن او احقق اشياء اخرى. اذا هون عندي هذا، هون سبيس عندنا بروبلم. اذا سبيس ديفينيتلي ريستريكتد. هارش انفايرمنت، فيري هارش، عندنا حراره. البروسيسنج متوسط، في بروسيسنج. دكتور في كمان الانترنال كومبستشن انجن الجيت انجن بس كثير اعقد. كنترول تمام، اللي بتحكم بالطيارات. بالضبط. قديش نمبر اوف يونتس؟ طبعا رح يكون فيري لارج. هون ايش بتوقع نستعمل؟ رح تكون مايكرو كنترولر، ديديكيتد مايكرو كنترولر. هاي عندنا هذول خمس سيستمز.